مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة، لقائنا على الهواء مباشرة. بنتكلم النهاردة عن العلاقة ما بين الدين والحياة. دايما بنبحث عن هذه العلاقة، ازاي ان احنا ننميها، ازاي ان احنا من خلال تعليم ديننا السامحة نقدر نعيش حياة سليمة ربنا راضي عننا فيها ويبارك لنا فيها، وفي نفس الوقت من خلال حياتنا اللي احنا عايشينها نقدر ازاي نخدم ديننا. في ناس كتيرة جدا 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 في قلبها الخير ولديها القدرة على منح هذا الخير، مش عارفة دين مين توصل للناس اللي محتاجة الخير ده ازاي، وناس تانية محتاجة الخير ممكن تكون مش عارفة توصل للناس معها الخير ازاي. من خلال برنامجنا بنحاول دائما نكون حلقة وصل ما بين الناس اللي محتاجة الخير والناس اللي قلبها كله خير وقادرة على منح هذا الخير للآخرين. يسعدني ويشرفني يكون موجود معي النهاردة العالم الأزهري الكبير دكتور محمد وهدان. أنا بيك دكتور وهدان. أهلا وسهلا دكتور أحمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية الأمن والأمان والتوفيق والسداد إن شاء الله. النهاردة هنتعرف سوا طلبتوا مننا ايه ومحتاجين ازاي نقدر نساهم ونساعد ناس كتير محتاجة هذا الخير، ولكن خلينا في البداية نتكلم عن قضية خطيرة جدا، وهي فكرة احنا محتاجين العلم، فقط العلم، واحنا بنقيس مدى تقدمنا وحضرتنا بالعلم، وبنوصل لمرحلة اللي هو في بقى نسبة في العالم كله بدأت تتجه الى فكرة الالحاد، احنا بعيدين عن ربنا، احنا مش محتاجين ربنا خلاص، احنا وصلنا للعلم كلمونا عن العلم. الناس بتقول في بعض الاحيان ربنا كده بيحب يفكرنا انا موجود، محتاج اسمع دعائكم، محتاج ان تتجهوا ليا مهما عليتوا مهما كبرتوا مهما تصورتوا ان انتوا تقدمتم، لا انت كائن ضعيف جدا ايه هو الانسان. دكتور وهدان، أزمة كورونا وكل أزمات بتيجي كده فكرة فيضان كل فترة، مش عايز أقول ده عقاب، ولكن هل إحنا محتاجين نفتكر ربنا ونتغير بعد هذه المنحة؟ يعني الإنسان اللي بيشوف الموت قدام عينه والموت بينتشر في الهواء الطلق، وبنسمع كل شوية حتى على الفيسبوك إن لله وإن إليه راجعون، عدد كبير جدا بيموت حتى في العالم كله شباب وكبار، هل ده بيخلينا إحنا نتغير شوية نفتكر ربنا أكتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا خيرا على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله عز وجل على قدرهم، وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول عنه كتب السيرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. يقول سيدنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرا، فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر، فوجدت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بارك الله فيك دكتور أحمد أن طرحت هذا الموضوع، وأريد أن أقول في البداية إن الأوبئة والأمراض وكورونا وما إلى ذلك ليست غضبا من الله، ولكنها امتحان من الله سبحانه وتعالى، وهي تثبت أن قيومية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. صحيح في بعض الناس الملحدين الذين يريدون العلم وحده، لكن كل شيء في هذا الكون بيد الله. من الذي علمنا العلم؟ الذي علمنا العلم هو الله سبحانه وتعالى الذي قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقالنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في كل يوم وفي كل بعد في كل فترة الله سبحانه وتعالى يرينا آية من آياته. هو قال لنا في القرآن العظيم عن كورونا وغيرها: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. أهو إحنا كلنا أهو فيروس لا يكاد يرى بالعين المجردة. لو مش داعي خلي بالك برضو من غني وفقير، يعني شفنا رؤساء الدول أصيبوا بالكورونا. الدول أصيبوا بيه، يعني لم يترك شيئا. يرينا الله تلاقى قدراته، وقعدنا كلنا في البيوت. قعدنا فترة كلنا معزولين وخايفين ومش عارفين نعمل إيه، وليس لنا ملجأ من الله سبحانه وتعالى إلا إليه. فالعلم وحده هو بيد الله سبحانه وتعالى، والابتلاء من الله سبحانه بس وتعالى. نفتكر بقى ان ربنا موجود، ونتغير ازاي يا دكتور؟ على كل شيء قدير. نتغير ازاي بعد هذه الازمات؟ نتغير بالدعاء.
نتغير بان احنا نعمل اللي علينا، نتغير يا دكتور احمد بان يجدك الله سبحانه وتعالى حيث امرك والا يراك حيث نهاك، انك تمشي على الكتالوج. بنقول كل حاجه في الدنيا لها كتالوج، الكاميرا اللي بتصورنا لها كتالوج، الكريل له كتالوج، الساعه لها كتالوج، الموبايل اللي حضرتك له كتالوج، كل حاجه في الدنيا لها كتالوج. كتالوج الانسان ايه يا دكتور احمد؟ كتالوج الانسان انه يمشي على منهج ربنا سبحانه وتعالى. طب الانسان عصى بقى تبقى حياته صعبه، زي ما ربنا قال كده في القران بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيره، قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فحياه الناس صعبه ليه؟ لان الناس ما مشتش على منهج ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بعت لنا الايه دي وهيبعت لنا ايات اخرى ثانيه عشان نعود ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، راجعين بعد الفاصل نتكلم عن العلاقه بين الانس والجن والحسد والعين، تابعونا بعد الفاصل. سريعة كده مهمة جدا، واحنا بنتكلم عن الدين والحياة، الحسد والسحر ده موجود ولا مش موجود؟ في ناس بتقول دي خزعبلات، واشمعنى احنا دايما كمسلمين نتكلم في اي حاجة يقول لك ده محسود، لا ده مسحور، دي عين، وبره ما عندهمش الكلام ده ليه؟ وفي ناس بتقول لك لا ده مذكور بالقرآن والسنة. في دقائق قليلة يا دكتور عايز اعرف الحسد موجود فعلا؟ يعني ممكن حضرتك تتحسد انا اتحسد ولا دي خزعبلات مش موجودة؟ لا طبعا، يعني الحسد حقيقة أكيدة بالقرآن والسنة، قال الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال في آية أخرى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نودي الايات دي فين؟ نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا يعني كن الذي نعمة محسود. الحسد حقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر، وإن العين لتدخل الجمل القدر. يعني ممكن واحد يحسد واحد يموته فيها بس بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. فالعين حق والحسد حق، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ من شر حاسد ذي حسد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهما. فالحسد حق. وسألوا أعرابي هو فلان بيحسدك ليه؟ فقال لأنه جاري في السكن وشقيقي في النسب وزميلي في العمل، فجمع يعني عايز تقول اسباب الحسد. يعني عايز تقول لي ان اللي بيحسدك هو القريب منك، القريب، برافو عليك، شخص بعيد ما انت مش هتفرق معاه، لا جاري في السكن شايف مداخلك ومخارجك، وزميلك في العمل دايما اصحاب المهنه الواحده بيبقى بينهم في نفس صراعات وفي نفس سنه بينهم، وجاري في السكن وصديقي في العمل وقريبي في النسب، قريبك بصل لك بنته اتجوزت وبنتنا لسه قاعده، ده جابوا كذا واحنا ما جبناش، فيقعد يبص لك ويحقد عليك ويحسدك. طب الانسان بقى بما ان احنا بنتكلم دلوقتي في الحسد مش في السحر، دلوقتي بنتكلم في الحسد، الشخص يعرف منين هو محسود؟ هل مثلا من الصداع؟ هل وقف الحال؟ يعرف منين هو محسود؟ يعرف لما يكون متضايق، مخنوق. ما احنا كلنا متضايقين ومتوتر. طب استنى بس يا دكتور، ما انا هقول لك بس متضايق قوي فجأة بلا اسباب، قاعدين كده مثلا بناكل مبسوطين في البيت، دبت خناقة حريقة في البيت، مشكلة بين الزوج وزوجته، يبقى دول ايه؟ محسودين. ساعات تيجي تنام ما تعرفش تنام تبقى انت في هذه الحاله محسود. ساعات مثلا حالك واقف، يعني الدنيا مش ماشيه معاك، لا شغل ما ماشي ولا الدنيا ماشيه ولا اي حاجه ماشيه، تلاقي نفسك متضايق ومخنوق ومتوتر لاتفه الاسباب. تعمل ايه في هذه الحاله؟ لو تحس ان هو محسود لازم يتوضا. خد بالك الحسد نار شديده تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود. يعني انت عايز تقول لي ان انت عشان واحد يحسد واحد لازم يشوفه، يبقى فيس تو فيس قدامه؟ لا، ممكن حد يحكي له، ممكن الاعمى يحسد. يعني الاعمى يحسد، ممكن يكون ما بيشوفش ويحسد. انا اما اقعد اقول ايه الدكتور احمد عبدون عنده وعنده 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 وعنده، هو ما شافش عندك اهو، بس ممكن يحسدك بعد فصلك العين. عشان كده استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فان كل ذي نعمه محسود. طب انا حسيت ان انا محسود اعمل ايه؟ يبقى في هذه الحاله ممكن اخد، يعني لازم الميه، لا يطفئ النار الا الايه؟ الميه. اتوضا، اقوم ايه؟ اتوضا. فاذا توضات اكرمني الله سبحانه وتعالى، لانه لا يطفئ النار الا الايه؟ الا الماء. واعوذ نفسي دايما بالمعوذتين،
وقبل ما اخرج من بيتي كده عليها بالادعيه. الناس دي بتتحسد عشان بتنسى تحصن نفسها. لو انت يا دكتور احمد وقفت في دلوقتي زي اليومين دول، النهارده زي اليومين دول كده في بلكونه بقميص بنص كم، هيحصل لك ايه في البرد ده؟ يعني هتاخد نزله برد جديده بالذات النهارده يعني. طب استاذ بس ناخد بس اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده. استاذ احمد اهلا بيك، اتفضل. استاذ احمد احنا سامعينك، اتفضل، انت على الهوا، اتفضل. دكتور انا عايز اتكلم بس في موضوع الحصر ده. لا معلش صوتك مش واضح، تقف بس في مكان فيه شبكه، اتفضل. موضوعين، الاول عن عايز اتكلم معاك في موضوع الحسد. ايوه الحسد، احنا عندنا في المجتمعات العربيه اي حد بيحصل له حاجه بيتحسد. ايوه يعني واحد فانوس عربيته اتخدش اتحسد، واحده ما اتجوزتش محسوده، واحد ما اعرفش ايه. معناها شايف ان في اسباب يعني علميه او اصح من فكره الحسد، رغم ان هو مذكور في القران. طب ازاي انت بتنكره وهو مذكور في القران؟ مذكور طبعا، بس احنا في الاخر بنستسهل وكل حاجه انا محسود، اي مشكله بتحصل لي في حياتي انا محسود. تمام أنا طيب تمام وصل وصل رساله. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني برضو في فكره، لو افترضنا ان يعني انا محسود، انا اعرف ازاي؟ انا ممكن يكون حظي سيء في الحياه، بس انا اعرف منين ان انا محسود؟ ماشي حاضر. طيب بشكرك. هو طرح قضيه وكلنا بنطرحها بيننا وبين بعض. هو حسد ولا فشل؟ حسد ولا عقبات بتعوقك عن النجاح؟ هي في الحقيقه هو نظره من اعين الناس، فبترتب ذلك وانت كسلت شويه وما اتخذش الاجراءات الاحترازيه للوقايه من الحسد، وبالتالي حصل لك مشكلة كبيرة جدا. لكن خد بالك، لو انت ماشي على الكتالوج زي ما قلت قبل كده، لو انت متوضي، لو انت بتصلي، لو انت محصن نفسك. طب الاحجار يا دكتور مش هيجي لك حسد؟ يعني الحجر اللي يقول لك حط فاروزة زرقاء، اللي بيحط مثلا قدام البيت كف ما شاء الله، هذا كله كلام لا يصح ولا يجوز ولا خالص. يعني اللون الازرق ده لا تحمي من الحسد ولا اي شيء على ما بيعمل ايه؟ الحاجة الوحيدة دي عادات وتقاليد موجودة بيننا، لكن الشرع بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا عليكم بالمعوذتين، انك تتعوذ. وقال لنا تاني في حاجة مهمة جدا، عشان البيت يبقى بيت كده فيه خير وفيه ما فيهوش شياطين، ما فيهوش حسد، ما فيهوش. اصل خد بالك في فرق بين حاجة. ايوه نعمل ايه بقى؟ نكمل الجملة دي عشان البيت ما يبقاش فيه. البيت لابد ان نقرأ القرآن فيه كل يوم، لازم نقرأ فيه القرآن. نشغل إذاعة القرآن الكريم ولا نقرأ؟ في ناس بتستسهل وتروح مشغلة الراديو. نقرأ ونسمع ونشغل القرآن الكريم، وقبل ما ننام نقرأ الأدعية ونقرأ الأذكار ونكون مع ربنا سبحانه وتعالى. طب رش الملح ده له علاقة بالحسد؟ لا ملوش. يقول لك في الإركان. لا 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 ملوش علاقة، ده هذه عادات وهذه تقاليد أيضا ما أنزل الله بها من سلطان. اللي عايز أقول لك قبل ما أنسى حاجة مهمة جدا، في فرق بين النظرة والحسد. في فرق ما بين النظرة والحسد. عشان السعرة. طب نبدأ بالنظرة اللي هي ايه؟ الحسد هو نار تقمع عين المحسود. النظرة من أعين الجن. الحسد من أعين الإنس. خد بالك. لا تاني كده. الحسد الإنسان هو اللي بيحسد. بني آدمين. إنما الجن هو اللي بينظر؟ الجن يمكن ما يحسدكش، الجن ينظرك. إيه الفرق بقى؟ أقول لك حديث صحيح في صحيح البخاري، أن فتاة سعفاء الخدين في وجهها صفرة جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها نظرة من أعين الجن. يعني الجن مش بيحسدك، الدين بيديك نظرة. يعني ممكن شيطانك قرينك، كل واحد فينا معاه قرين كافر من الجن. هذا القرين الكافر اليك منكب على الطاعة وبتصلي وعارف ربنا، فيبتدي يعمل ايه؟ يحقد عليك فيحسدك، لانه ريح جهنم ريح جهنم، فهو عايز ياخدك معاه، وهيجي خصمك قدام ربنا يوم القيامه. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بضلام من العباد. فيجي خصمك قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. عشان كده هو رايح النار رايح النار، فزعلان انك انت مش هتروح معاه، فيبتدي يحقد عليك، فتحس ان جسمك مدشدش او تعبان او مخنوق او متوتر، او تقوم من نوم نفسك مش قادر تقوم، تعبان على طول، مش قادر تقوم، عايز تنام، خناقه مع المدام لادفع الاسباب، خناقه مع الاولاد لادفع الاسباب، ما انتش طايق نفسك، بتشتم ده في التليفون، متخانق معاها في التليفون. عندئذ ينبغي عليك انك تغتسل بالميه. ما فيش اغتسال، ما تقدرش تغتسل، يبقى على الاقل توضا وصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، وحصن نفسك قبل ما تنام بالمعوذتين. وعايز اقول لكم، الناس شايفين يعني السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا بيتوضوا للنوم. خد بالك سيدنا النبي قال لنا حديث جميل قوي، قال لنا من توضا للنوم ايه؟ جزاؤه عند ربنا ايه؟ اللي يتوضا للنوم، من توضا للنوم بات بين دثاره ملاك يستغفر له حتى الصباح. يعني ايه الدثار؟ يعني بين اللحم والثوب. حضرتك يا دكتور احمد لو قمت بس توضيت عشان تنام ونمت،
ملاك حتى الصباح في دثارك يسبح الله ويكتب الله لك ثواب هذا التسبيح ويوضع في ميزان حسناتك باذن الله اذا توضيت للنوم بس. طب دي قضيه خطيره جدا لان في ناس بتنام على جنابه وتقول لك انا اقوم قبل الفجر يعني نستحمى ونتوضى ونصلي الفجر، فدي نقطه مهمه جدا. على الاقل مهمه جدا، على الاقل لابد ان هو يقوم يتوضا. ممكن مش قادر يدينا برد ومش قادر يغتسل، ممكن يتوضا وينام ولو اغتسل يبقى افضل. لكن ممكن على الحد الادنى ما ينامش لغايه الصبح، يقوم تعبان، يقوم مكسر، خبيث النفس، كسلان، لكن لازم طيب. يقوم يتوضا على الاقل. يعني اذا الدكتور وهدان وعالم ازهري اتكلم عن النظره واتكلم عن الحسد واتكلم ده مذكور بالقران والسنه. خلينا نتكلم بقى عن هيك برضه تطرقت الى الجن. البعض بيقول احنا كمسلمين بس بنتكلم عن الجن، يعني ما سمعناش بره في اوروبا مثلا او في امريكا مشغولين بتاثير الجن على البشر. يعني هم اصل احنا يعني اصل هي حضاره في الغرب هي حضاره ماديه، لكن انشغالنا وعدم انشغالنا احنا مسلمين وملتزمين بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكيتك دكتور احمد والساده المشاهدين عارفين ان في سوره كامله في القران اسمها سوره الايه؟ الجن. تحدث الله فيها عن الجن وانهم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم مكلفون مثلنا تماما بنص قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والجن هم اجسام ناريه قادره على التشكل باشكال حسنه واشكال قبيحه ياكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون مكلفون مثلنا تماما. نعم. وسوف اسالهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه مثلنا تماما. نعم شكرا. بلا شك هذه موضوعات مهمه هنناقشها في حلقات قادمه من هذا البرنامج. هنطلع فاصل سريع، راجعين بعد الفاصل على طول عشان نشوف ازاي ممكن يكون في علاقه وثيقه ما بين الدين والحياه، الناس المحتاجه الخير والناس القادره على منح هذا الخير. واحنا النهارده لقائنا على الهواء مباشره، فاللي محتاج اي خير باي شكل كان يتواصل معنا على الهواء مباشره. نلتقي بعد الفاصل. رجعت لكم بعد الفاصل، وتواصل معنا اهالي قريه ام حمدان بمنشيه عبد الرحمن مركز ذكرى نسب الاهليه بيتكلموا عن هذا المسجد. هذا المسجد قايل السقوط، الناس بتصلي في الشارع. تخيلوا معايا بقى في الجو اللي احنا فيه ده، وحتى في الصيف بيصلوا في الشارع في الصيف او في الشتاء، وفي جزء اتهد منه، محرومين من مصلى للسيدات، محرومين من دار لتحفيظ القران الكريم. هنشوف مع بعض تقرير سريع عن هذا المسجد وراجعين على طول نعرف مين المسؤول. هل هنشوف مع بعض؟ شوف مع بعض. شاهدنا ثوان مسجد قريه ام حمدان بمنشيه عبد الرحمن مركز ذكرنس بالدقهليه. هذا المسجد اغلق قبل كده كنا قال للسقوط وللهدم، وبالفعل اهالي القريه لموا من نفسهم شويه فلوس وقدروا يفتتحوا هذا المسجد مره تانية. جزء من الشخشخه وقع تاني، ولد كان الحمد لله ان هو ما ماتش، يعني اتجبس 6 شهور. مين المسؤول عن المشهد ده؟ مين مسؤول على ان المسلمين بيصلوا في الشارع سواء في الصيف او في الشتاء خايفين على روحهم من الموت؟ وبقى اصبح دلوقتي ان عشان اروح اصلي طبعا لا في تركيز بقى ولا في عباده ولا في خشوع، لان انا ممكن وانا بصلي خايف ان انا اموت. مين مسؤول يا دكتور وهدان عن المشهد القاسي اللي احنا شفناه ده؟ في الحقيقه كلنا دكتور احمد مسؤولون امام الله سبحانه وتعالى. مسؤولين، ربنا هيسألنا يوم القيامة عن عدم تهيئة مسجد لهؤلاء الناس لكي يصلون فيه. وجود مسجد في كل مكان ده بيبقى رمز للإيمان. يعني عندما تجد مسجد حولك فتبص له، حتى مجرد وجود مسجد الناس تشعر براحة وتشعر بطمأنينة إن في بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى يأويهم يدخلون إليه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. اللي ما يبنيش بيت لربنا سبحانه وتعالى واللي يجد مسجد قدام منه كده وهذا المسجد يحتاج إلى إنشاء أو إلى إعادة تعمير ولا يساهم في هذا، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيسأله يوم القيامة. هتقول لي المساهمة، طب افرض أنا ما عنديش فلوس. ما فيش مشكلة، ما عندكش فلوس يبقى ساهم بأي حاجة، ساهم بصحتك، ساهم بأي شيء حتى ولو بكلمة طيبة. وذلك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو بإيه؟ بشق تمرة، نص تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وشوف الثواب العظيم للي يعني أهل قرية أو أهل عزبة ما عندهمش جامع، شوف اللي يبني لهم جامع ده ثوابه عند ربنا. أولا هو فرحهم، أدخل الفرحة في قلوبهم. ثانيا هو قربهم من الله سبحانه وتعالى، جزاه عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي بيقول لنا في حديث واضح جدا وحديث صحيح، من بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمفحص قطاه،
بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. القطاه ده طائر صغير جدا، شوف مكان يعني حاجة متناهية الصغر جدا بنيتها ربنا سبحانه وتعالى. تصور انت يا مؤمن يا مسلم يا موحد ينتظرك قصر كامل في الجنة عند مليك مقتدر، في بقى حور عين وولدان مخلدين وستند وسندس واستبرق وما إلى ذلك، ورضا الله سبحانه وتعالى. فلابد لكل قادر أن يساهم في إنشاء بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، ولما نيجي نطلع الأموال دي نطلعها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مش عشان إرضاء فلان أو عشان إرضاء إيه علان. وما نقدرش يبقى حتى ندعي للناس دي، قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وربنا أكيد هيكرمني ويثيبني الثواب الجزيل إن شاء الله عندما أخرج مالي ابتغاء مرضات الله. طب احنا يعني اقل من شهرين ونستقبل سوين شهر رمضان الكريم، حلم الناس دي انها تلاقي مسجد يصلوا فيه في هذا الشهر الكريم. الناس بتيجي تقول لك انا بالنسبه للصدقات الجاريه وزكاه المال انا هاجلها لغايه شهر رمضان، هل يجوز؟ وهيك عالم ازهري قدير يعني، وده يهمني بقى راي الدين في هذه النقطه، انا اطلع من زكاه المال اطلع من صدقات جاريه الان قبل الموعد اللي انا مرتبط بيه كل سنه لإنقاذ ممكن إنقاذه وأوجد بيت للمسلمين يصلوا فيه؟ شوف حضرتك دكتور أحمد، أجمع الفقهاء على أنه يجوز إخراج الزكاة مقدما، يعني قبل موعدها بشهر أو شهرين أو اثنين أو ثلاثة. لقيت حد من قرايبك مثلا غلبان وظروفه صعبة ومحتاج فلوس، وأنت معاد الزكاة بتاعك لسه ما جاش، فأنت طلعت له فلوس من الزكاة، يجوز أنك أنت تديله وأن تخصمها كذلك أيضا من الزكاة، لأنه باقي على رمضان شهرين والناس تريد أن تصلي، فيمكنني أن أخرج زكاة مالي أو جزء من زكاة مالي لإنشاء هذا المسجد أو لتعمير بيت الله سبحانه وتعالى. وعشان كده الزكاة دي يعني ركن أصيل من أركان الإسلام وقاعدة أصيلة من قواعده، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وبرضه في سبيل بند في سبيل الله سبحانه وتعالى نحن بنطلع اموالنا وبننفق اموالنا لتعمير بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى، حتى اذا جاء رمضان القادم صلى فيه الناس، وبكده هنحصل على ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وطبعا دايما بقول نجحنا او فشلنا في هذه المهمة اللي ربنا طلبها مننا هو مدى الاستيعاب والاستفادة والمساهمة السريعة لسرعة بناء هذا المسجد. طب اللي خد باله من التقرير كان فيه مواطن من أهل القرية بيقول هو المسجد الوحيد الموجود في القرية اللي هي أم حمدان، وبيقول هي عشان كده كانت كل المناسبات كانت مقامة في هذا المسجد وحرم منه لأن هو زي ما انتوا شفتوا حالته يعني مش بس قايل للسقوط ده قايل للهدم وللموت كمان أي حد ممكن يصلي فيه. طب دور المسجد في حياتنا احنا إيه كمسلمين يا دكتور؟ المسجد له دور عظيم جدا، المسجد ليس فقط مكانا تؤدى فيه الصلاة دكتور أحمد، لكنه زي ما قلت حياتك هو الرمز للإيمان. مجرد وجود مسجد ده بيبعث في نفوس الناس الطمأنينة. المسجد في عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم لم يكن فقط دار للعبادة، ولكنه كان دارا للسلام ودارا للأمن ودارا للإسلام. المسجد ده دكتور أحمد المهمة الأساسية بتاعته هي إعلام الناس بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك من خلال الأذان. يعني خمس مرات يوميا أنت بتنادي على الناس بتقول لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، فيبقى في دعوة للناس كلها تسمع كلمة ربنا تسمع كلمة الله سبحانه وتعالى. وحقيقتك عارف ان الأذان بدأ بإيه؟ بدأ بلفظ الجلالة وانتهى بلفظ الجلالة، يؤكد لنا ان المسجد يدعو الى عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وان ربنا سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون الا لعبادته، وما خلق هذا الكون إلا من أجل لا إله إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فاعلم 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 أنه لا إله إلا الله. كل الكون ده مخلوق عشان لا إله، ولا إله إلا الله دي بتبقى في الأذان اللي هو موجود فين؟ في المسجد. فبتدعو الناس إلى محبة الله وإلى معرفة الله، كلهم بيبقوا متعاونين ويكونوا إيد واحدة طبعا. فالمسجد بيؤدي رسالة عظيمة جدا. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان وحده عنده أي مشكلة كان بيروح يقعد يجلس في المسجد وما إلى ذلك. وخليني أحكي لك بسرعة جدا رسالة المسجد وأهمية المسجد في حياة الناس. حصل خلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وزوجته، سيدنا علي السيدة فاطمة الزهراء، سيدنا علي خد بعضه وراح على المسجد النبوي
وقعد في المسجد النبوي. يبقى شوف المسجد كان ايه يعني، لما يكون واحد متضايق مخنوق متوتر في طمانينه وسكينه وراحه، يقرا مصحف يصلي بتاع كده. فسيدنا رسول الله راح للسيده فاطمه الزهراء لها زعلانه، قال لها مالك ماذا بك، اين ابن عمك؟ ما قال لهاش فين جوزك، لا فين ابن عمك، برضه مهما عمل هو برضه في الاخر ابن ايه؟ ابن عمك. فشوف ادب فاطمه الزهراء دكتور احمد. قالت يا رسول الله حدث بيني وبينه شيء فخرج مغاضبا. ما قالتلوش بقى شتمك ولا قال كذا ولا قال كذا ولا زعل العيله ولا عمل ولا عمل ولا ما بيصرفش عليا ولا لا. هيك هنا برضو بتدي مثل وقدوه للي بيحصل النهارده، شوف الطريقه كانت ازاي ودلوقتي بتحصل ازاي. حدث بيني وبينه شيء، ما قالتش ايه الشيء ده حتى، فخرج مغاضبا. فسال الرسول فين علي؟ قالوا في الجامع. المفروض سيدنا علي الصغير الاصغر يجي لرسول الله، لا الرسول بنفسه راح له. راح له الجامع فوجده جالسا في الجامع في المسجد وعليه شويه تراب كده. فقعد ينفض له التراب وقال له قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب، وخده من ايده ودخله حجره فاطمه الزهراء واغلق الباب. لا قال له انت عملت ايه ولا ما عملتش ايه. شوف بقى المسجد اما كان سيدنا علي نفسه متضايق او مشكله بينه وبين زوجته، فعمل ايه؟ راح الجامع. كل واحد فينا عنده مشكله او موضوع مضايقه يذهب الى بيت الله سبحانه وتعالى ويجلس في بيت الله ويذكر الله سبحانه وتعالى فيأتيه يحل لمشكلته من عند ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت الناس كلها عشم في حضراتكم، بنتكلم عن زكاه المال، عن الصدقات الجاريه. عندي مسجد اخر، مسجد الرحمه بقريه الحريه بمركز ذكرنس بالدقهليه. هذا المسجد مغلق بقرار من وزاره الاوقاف المصريه، هو المسجد الوحيد اللي موجود في القريه. يعني الناس لما تيجي تصلي تصلي في الشارع او تصلي في بيتها. احنا بنتكلم عن فايده صلاه الجماعه، بنتكلم على فايده المسجد، ازاي الناس ممكن تصلي الفجر في الجامع وتسمع درس ديني، صلاه الجمعه الراجل ياخد مراته واولاده يصلوا هناك، هم محرومين من الكلام ده كله. مفيش مسجد اخر غير هذا المسجد المغلق بقرار من وزاره الاوقاف المصريه. اهالي القريه محتاجين عمليه احلال وتجديد، في ارض بجانب هذا المسجد، عايزين نوسع هذا المسجد، عايزين يكون في مكان لتحفيظ ولادنا القران الكريم. شوف مع بعض تقرير سريع هنهزم المسجد وراجعين مع حضراتكم، فابقوا معنا حتى النهايه. شاهدنا سويا مسجد الرحمه بقريه الحريه مركز ذكرنس بالدقهليه مغلق بقرار من وزاره الاوقاف المصريه. كل الناس املها واحلامها، لا عايزه تسافر بره ولا عايزه تدخل ولادها في مدارس خاصه ولا انترناشونال، كل املهم ان احنا بمساهمات حضراتكم نوجد لهم بيت من بيوت ربنا يتفتح لهم يصلوا فيه. هو ده الحلم اللي هم بيحلموه دلوقتي. فنتمنى ان حضراتكم تساعدونا وتساعدوهم في ان احنا ننجز سريعا عمليه احلال وتجديد لهذا المسجد. ودايما بيقول لك الدلع الخير كفاعله، يعني حتى اللي ما بيشوفناش يا ريت نبلغ جيراننا واصحابنا، يا جماعه ده في اهل القريه المسجد بتاعهم مغلق، لازم نحاول سريعا نوجد لهم بديل له. بنتكلم عن زكاة المال والصدقات الجارية، وبالتالي ممكن نخرجها الآن ما ننتظرش حتى رمضان، ولكن في من القرآن والسنة يقول إن عملية المساهمة في إعادة بناء بيت من بيوت ربنا يعد مصرف من مصارف زكاة المال أو الصدقات الجارية. والله ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دول الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة بنص القرآن. نعم. من بينهم بند اسمه في سبيل الله. في سبيل الله اللي هو بقى إعمار بيت من بيوت ربنا، يبقى في سبيل الله. إعمار بيت من بيوت الله هو في سبيل الله. حد محتاج حاجة مثلا، شق الترعة، شق مصرف، دق طرمبة، أي حاجة من هذه الأشياء دي تبقى في سبيل الله. تعمير بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى ده في سبيل الله. سجاد لمسجد كل ده في سبيل الله. لمبات لجامع كل ده في سبيل الله. إنشاء مسجد كل ده يدخل تحت بند في سبيل الله سبحانه وتعالى. واللي بيعمل وربنا سبحانه قال في القرآن يعني أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يعني الناس اللي هي بتصلي، بتصلي فين؟ أكيد بتصلي في المسجد أو بتصلي في بيتها. نعم. فإذا صلت في المسجد فأنت هيأت لهم المسجد الذي صلوا فيه، فأنت كمان خدت ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. مش الناس بس تروح الجامع، لا، ده اللي بنى الجامع وأسس الجامع وبنى أي حاجة، طوب وضع طوبة واحدة، لبنة واحدة في هذا المسجد، له ثواب عظيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هب أن المسجد هدم وقع وجوم ناس تانيين بنوه. نعم.
الناس اللي بقى الاولانيين بقى اللي يساهموا في انشاء لهم ثواب ولا ما لهمش؟ لا، ثوابهم باذن الله سبحانه وتعالى ممتد الى ان يرث الله عضوا عليه طالما في كان في هذا المسجد يعني صلاه، يعني اللي بنى واللي واللي هيبني بعد سنوات زي ما حضرتك تفضلت وذكرت يعني منذ قليل ان الداله على الخير كفاعله. المهم الواحد ينوي بس يعمل خير، وزي ما سيدنا النبي قال لنا كده في الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طب برضو احنا واحنا بنشوف التقارير ودايما بقول يعني الكاميرا ما بتكذبش، والمشهد اللي شفناه مشهد صعب، ان احنا قاعدين مشغولين بحياتنا وبيت من بيوت ربنا يا مغلق ومنتظرين ان احنا نساهم عشان يلحقوا يصلوا فيه في رمضان. هما برضو اتكلموا عن نقطه مهمه جدا، وهي مع قله دور الكتاتيب ايا كان ما نقدرش ننهي او ننفي ده، لا طبعا دور الكتاب ما بقاش زي زمان. الناس النهارده احلامها ان احنا ننشئ مع هذا المسجد دار لتحفيظ القران الكريم، يعني اهميه بقى المساهمه في ان انا اوفر المكان ده للناس، ثوابه ايه واهميته ايه؟ ده ثوابه عظيم جدا. يعني انا نعم يعني عندما ابني مسجدا لله هاخد ثواب عظيم جدا، لكن انا عندما انشئ او الحق بهذا المسجد مكتبه لتحفيظه وكان خصصته مكان، انا هاخد ثواب اعظم من ثواب المسجد، لان انا بعد كده بعلم الناس كلام ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما سيدنا النبي قال لنا خيركم من تعلم القران وعلمه، وان اقراوا هذا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. فضلا عن ذلك، اللي لما نعلم اولادنا القران ونحفظ اولادنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى لا هيكون في تشدد ولا هيكون في تصرف ولا هتكون في افكار متصرفه، لان الذي يعرف يحفظ القران ويعرف القران ويفهم القران لا يعرف التطرف على الاطلاق، وبالتالي هيتحقق الامن والامان لمجتمعنا. فضلا عن ذلك، عن ان احنا لما نعلم اولادنا تحفيظ كتاب ربنا اكيد هيبقوا برين بينا عندما نكبر في السن، لانهم هياخذوا من القران العظيم ما يفيدهم في امور دينهم ودنياهم، هيبقوا ناس ماشيين قران يمشي على الارض. نعم. يعني هيبقوا مطيعين لربهم سبحانه وتعالى. جميل، القران يمشي على الارض وهيتعلموا بادب القران العظيم. وخد بالك البيت الذي يتلى فيه كتاب الله سبحانه وتعالى يا دكتور احمد بيت تهرب منه الشياطين، بيت تسكنه الملائكة، بيت يكثر فيه الخير، بيت تكثر فيه البركة. البيت اللي فيه قرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، في حد حافظ القرآن بروح يقرأ في البيت القرآن العظيم، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. ومن الحاجات اللي أنا قرأتها يعني إن أب كان حفظ ابنه كلام ربنا يعني سبحانه وتعالى. الولد كان راح الكتاب يعني في أول يوم كده، فالأب يعني مات، الأب ما كانش عمل خير في هذه الدنيا على الإطلاق. فلما مات الابن يعني راح لراجع من الكتاب، أمه أسألته أنت حفظت إيه النهارده؟ فقرأ لها بسم الله، حفظت بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحق سبحانه وتعالى برغم أن والده ما عملش ولا حسنة ولا خير في الدنيا وكان بعيد عن منهج ربنا جدا، غفر الله سبحانه وتعالى له. وقال الحق سبحانه وتعالى وقال أستحي أن أعذب أبا يقول ولده بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور وهدان، ده بيخليني أسأل سؤال، يعني الناس اللي ممكن تساهم في عملية البناء مثلا دي لو ماتت، هل بقى بتاخد ثواب كل درس اتاخد، كل صلاة، كل ركعة، كل دعاء؟ كل دعاء، كل الناس اللي دخلت تصلي هتاخد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها عمرت بيت الله سبحانه وتعالى، لأنه ساعدوا خلق الله في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم حاجة في الدنيا أنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن هناك نعيما في الدنيا. قالوا معقولة يا ابن عباس؟ ده الدنيا كلها مشاكل ونكد ووجع دماغ، عايز تقول لنا إن في نعيم في الدنيا أحسن من نعيم الجنة؟ قال نعم. قالوا طب الحقنا ما هذا النعيم؟ قال هذا النعيم هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، لما تساهم في إنك تخلي الناس تذكر ربنا سبحانه وتعالى، انت اكيد هتاخد ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الثواب لا يتوقف عند هدم المسجد مره اخرى. نعم. ولكن هو ممتد الى ان تقوم الساعه لكل من بنى هذا المسجد، ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني مفيش حد يفتي يقول ده داخل الجنه وده داخل النار، ده كان كويس او ده وحش. انا ممكن في النهايه يدخل الجنه وانتوا تبقوا متخيلين هو عاصي طول الوقت لمجرد ان في حد بيصلي في مكان هو وفرهوله قبل ما يموت. طب خلينا نتكلم برضو عن اعمار المساجد، حضرتك دلوقتي تطرقت ليها.
هو اعمار المساجد انا اروح الجامع واصلي فيه، ولا انا ابني جامع واقفله؟ لا، انا ببنيه علشان الناس تروح تصلي فيه. ولا الاعمار بقى ليها فكره انا ابني الجامع وعملت البناء؟ الاعمار الجامع نوعين، اعمار بنائي واعمار بذكر الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ينادي يوم القيامه، اليوم الصعب ده، ويقول اين جيراني؟ فين الجيران بتوعي؟ فتندهش الملائكه وتتعجب وتقول يا ربنا ومن ذا الذي ينبغي له ان يجاورك ربنا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى اين قراء القران واين عمار المساجد؟ اين الذين قرأوا القران وعملوا بما فيه؟ اين الذين انفقوا اموالهم في تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى؟ اين الذين عمروا بيوت الله سبحانه وتعالى بذكر الله سبحانه وتعالى؟ خد بالك لما الواحد يدخل مسجد متضايق ومخنوق هيخرج اكيد مرضي وسعيد باذن الله سبحانه وتعالى. ان يقول العارفون بالله الناس في مساجدهم والله عز وجل في قضاء حوائجهم. انت بتخص وقت ربنا وتخش تصلي ربنا سبحانه وتعالى، اكيد ده الشيطان هيبعد عنك، ربنا هيبارك لك. لو عندك حاجه قليله هيبارك الله لك سبحانه لك في رزقك، لو عندك مشكله ربنا سبحانه وتعالى يساعدك في حلها او يرسل لك من يساعدك في حلها، هتبقى حياتك كلها امنه مطمئنه لانك اطعت الله سبحانه وتعالى، واكيد ربنا هيرضى عنك ويدخلك الجنه عرضها السماوات والارض. برضو اللي ركز معانا في التقرير، في سيده فاضله قالت احنا ما عندناش مكان نصلي فيه. وهنا بقى السؤال، طب دلوقتي انا الرجاله بتصلي في الشارع، اوقف الستات اللي عايزه تصلي وتاخد بناتها وولادها معاها تصلي في الشارع كده قدام الناس، ولا اوفر لها مكان زي ما كان موجود في كل المساجد دلوقتي يبقى فيه جزء خلفي للسيدات او دور علوي للسيدات؟ واهميه ده ايه بالنسبه لنا كاسر؟ النهارده بنشتكي من يعني حالات طلاق وحالات انفصام ومشاكل كتيره في الاسره المصريه النهارده والعربيه. نقطة مهمة، أهمية وجود مصلى للسيدات، إن الست تلاقي لها مكان في بيت من بيوت ربنا، إيه؟ مهم جدا إن احنا طبعا ننشئ يعني مكان للسيدات يصلي فيه الصلوات، خصوصا صلاة الجمعة، لأن المرأة إذا استمعت إلى خطبة الجمعة وإلى دروس المسجد وتعرفت على علوم الدين أكيد هتعرف تعامل زوجها معاملة طيبة، وبالتالي هتختفي أو يعني هتقل حالات الطلاق التي نعاني منها حاليا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا ينبغي أن نمنع المرأة من أن تذهب إلى المسجد إذا التزمت بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالشروط الشرعية التي حددها الفقهاء، إنها تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتصلي في هذا البيت بشرط أمن الطريق وألا يترتب على خروجها منكر واستئذان الزوج أو استئذان ولي الأمر. فإذا ذهبت وصلت كان لها ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. حضرتك احنا كلنا بنقول ان المراه هي نصف المجتمع. نعم. وهي التي تربي النصف الاخر. اذا فالمراه هي المجتمع كله، فاذا صلحت صلح المجتمع كله، واذا فسدت فسد المجتمع كله. فاذا احنا اهتمينا كثيرا بمكان للمراه ودروس المراه اعتقد هناخد ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهتختفي حاجات كثيره جدا من مجتمعنا. عشان كده يعني الازهر الشريف عمل اداره مخصوصه للواعظات بتذهب الى المساجد وتعطي دروس للسيدات في كثير من المساجد، وكذلك ايضا الامر في وزاره الاوقاف، وده اتجاه محمود ندعو ان يكون موجودا في كل مساجد الجمهوريه، ان نخصص مكان ملحق للمراه وفي يبقى في دروس كمان للمرأة لتعليمها فقه المرأة من امرأة مثلها فيما يتعلق بأمر من أمور الدين. لو حصل ده هتبقى بيوتنا كلها سعادة وكلها أمن وكلها أمان بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بشكرك جدا، بشكر العالم الأزهري الكبير أستاذ الدكتور محمد وهدان. بشكرك جدا دكتور وهدان. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. بشكر رام أستاذة رضوان الخيرية، العام الماضي أنجزت 65 مسجد، قامت ببناء 65 بيت من بيوت ربنا. هي دلوقتي مشغوله بست مساجد، كلنا امل بالمسجدين اللي احنا عرضناهم النهارده ان احنا نلحق بسرعه شهر رمضان الكريم عشان اهالي هذه القرى المركز دكرنس بالدقهليه يلحقوا يصلوا فيه في شهر رمضان الكريم باذن الله. بكده خلصت حلقتنا النهارده من الدين والحياه، مع تحياتي انا احمد عبدون.